أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد التنكير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد انتهينا من باب الأذان، ووصلنا إلى بيان شروط الصلاة. قال المصنف سيدي أحمد البدي رضي الله تعالى عنه: فصل تجب على مكلف متمكن من طهارة الحدث، غير نائم ولا غافل، وأمر صبي بها لسبع، وضرب عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع، وصحتها بعقل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس، وبإسلام وطهارة حدث وخبث على ما مر. قال الشارح رحمه الله: ثم شرع في بيان شروط الصلاة فقال: فصل في بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها. قال: وهي ثلاثة أقسام. شروط الصلاة ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، يعني لا تجب على المكلف إلا إذا توافرت في هذه الشروط، وشروط صحة، يعني إذا توافرت صحة الصلاة، وإن فقدت هذه الشروط بطلت الصلاة، وشروط وجوب وصحة معا، يعني هناك شروط تدخل في باب الوجوب وباب الصحة، فإذا فقدت يعني لم تصح ولم تجب. إذا فقدت شروط الوجوب والصحة معا لا تجب الصلاة ولا تصح. ثم بين الشيخ معنى شرط الوجوب ومعنى شرط الصحة. قال: والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، يعني إن وجد الشرط وجبت الصلاة، وإن لم يوجد لم تجب. وبشرط الصحة ما يتوقف عليه الصحة، إن وجد شرط الصحة صحت الصلاة، وإن لم توجد بطلت الصلاة. وبشرطهما معا ما يتوقفان عليه، يعني يتوقف عليه الوجوب ويتوقف عليه الصحة.
ثم عرف الشرط، الشرط بمعنى العلامة بالنسبة للغة، لكن في الشرع قال وشرط الشيء ما كان خارجا عن حقيقته، شرط الشيء ما كان خارجا عن حقيقته، كالطهارة مثلا من الحدث والخلاص، هذا خارج عن الصلاة، هذا شرط لا يقال ركن. يعني حينما نقول أركان الصلاة لا نقول الطهارة، لا، الطهارة شرط، شرط صحة، إن لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة، يبقى الشرط ده خارج الماهية، يعني خارج الحقيقة، خارج حقيقة الصلاة. أما الركن ما كان جزءا من حقيقة الشيء، كتكبيرة الإحرام الفاتحة، هذا ركن لأنه داخل في الإيه؟ في حقيقة الشيء. الشرط ما كان خارجا، ولذلك يعني يجب على المكلف أن يحصله كالطهارة مثلا، لكن الركن ده داخل الصلاة، كتكبيرة الإحرام الفاتحة القيام لها الركوع السجود إلى آخر الأركان، فده داخل في حقيقة الصلاة. ثم قال والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه عدم المشروط، يعني الطهارة شرط، إذا وجدت صحت الصلاة، وإن لم توجد عدمت الصلاة، عدم المشروط لأنها شرط في الصحة، هذا معنى ما يلزم من عدمه عدم المشروط، يعني إن وجدت الطهارة صحت الصلاة، المشروط هنا الصحة، وإن لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ممكن إنسان يعني يكون طاهرا مثلا من الجنابة ولا تصح منه الصلاة، يعني لأنه مغمى عليه مثلا فلا تصح منه الصلاة، الطهارة موجودة ولكن مغمى عليه، أو مثلا توضأ وجن فقد العقل، شرط الصحة موجود لكن لا تصح منه الصلاة لأنه في شيء ثاني ترتب عليه عدم الصحة، شرط الطهارة موجودة لكن طرأ شيء آخر منع إيه؟ منع من الصحة، هذه معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني قد يكون الشرط موجودا ولا توجد الصلاة ولا تصح الصلاة لوجود شيء آخر. قال فإن كان شرط وجود مثلا فقط كالبلوغ، قلت هو ما يلزم من عدمه عدم وجوب الشيء كالصلاة مثلا، يعني البلوغ شرط وجوب، فيلزم من عدم البلوغ عدم وجوب الصلاة على الصبي أو الصبي، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب، لاحتمال وجود مانع كالحيض مثلا في المرأة، يعني المرأة الحائض بالغ فهي البلوغ موجود لكن هل تقدر على الصلاة؟ ممنوعة من الصلاة، ممكن يكون بالغ لكنه مجنون، الشرط موجود، شرط الوجوب موجود، لكن هناك شيء آخر منع صحة الصلاة ومنع وجوب الصلاة، الجنون، هذا معنى كلام الشيخ. ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب، ليه؟ لاحتمال وجود مانع كالحيض في النساء أو الجنون وفقدان العقل.
ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدم الوجوب، بل قد يحصل الوجوب، وذلك عند انتفاء المانع وتوفر الأسباب كدخول الوقت. كدخول يعني إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، تحقق الشرط اللي هو شرط الايه؟ شرط الوجوب، لكن قد يمنع من أداء الصلاة مانع آخر كفقدان العقل أو الحيض أو الإغماء. وإن كان شرط صحة فقط كالإسلام، قلت هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة، لأن الكافر إذا صلى لا تصح صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصحة، يعني قد يكون مسلما لكن هناك شرط آخر يمنع صحة الصلاة كالطهارة، مسلم غير متوضئ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الموطأ وغيره: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. لا يلزم من وجوده وجودهما، أي وجود
فلجواز حصول مانع منهما كالحيض. يعني الإسلام موجود، العقل موجود، ولكن الحيض يمنع الوجوب ويمنع الصحة. يمنع الوجوب ويمنع الصحة، لأن الحيض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها إن صلت. وأما كونه لا يلزم من وجوده عدمهما فلجواز توافر الأسباب وانتفاء الموانع، وهي إذا توافر مع انتفاء الموانع حصل الوجوب والصحة معا. يعني المرأة بالغ، بلغت المحيط وجاء الحيض وانتهى طهرت، وجبت عليها الصلاة وصحت منها، وجب عليها الصوم وصح منها الصوم. ليه؟ لتوافر الأسباب وانتفاء الموانع. ده ملخص الكلام، دي مقدمة أصلها يعني الشيخ، مقدمة منطقية أصلا، لكنها يعني مدخل حتى يميز الإنسان بين شروط الوجوب وشروط الصحة وشروطهما معا. أما شروط وجوبها فقط فاثنان: البلوغ وعدم الإكراه على تركها. البلوغ هذا شرط وجوب فقط، فالصلاة لا تجب على الصبي، وكما سيأتي أنه يؤمر بها بسبع ويضرب عليها بعشر، لكن صلاته ليست واجبة، ولذلك اختلف العلماء في ثوابها. يعني هل ثوابها له أو لوالديه أو يقسم بينهما مناصفة أو على ما ورد في الحديث ثلاثة أرباع للأم وربع للوالد. حديث البخاري لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. بعض العلماء قال يعني علشان هذا الحديث يبقى حسنات الصبي تقسم على يعني مقتضى هذا الحديث، وبعضهم قال مناصفة لأنه لا فرق بين الوالد والوالدة، وبعضهم قال هي للصبي ذاته لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، ولم يفرق بين صبي أو بالغ. لأنهما السبب، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليهم عشر، فكأنه إذا لم يأمر الأب أو تأمر الأم لا يصلي الصبي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم، فالدال على الخير كفاعل، الدال على الخير كفاعل. وعدم الإكراه على تركه، يعني لو واحد مثلا حبس في مكان لا يقدر فيه على الطهارة، تحصيل الطهارة المائية أو الطهارة الترابية، يبقى إذن هو فاقد الطهورين، يبقى إذن لا تجب عليه الصلاة لأنه فاقد الطهورين. هذا مقتضى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعدين قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو فاقد الماء وفاقد التراب، يبقى إذا هو مكره. أو واحد مربوط في شجرة هذا مكره، يبقى إذا عدم الإكراه على تركها ده يمنع الوجوب، يمنع الوجوب. لأنه
الشرط اللي هو ايه؟ الاختيار، فهو يعتبر ايه؟ مكره. وعدم توافر اسباب الطهاره الماء والتراب، يبقى لا معاه سبب ولا معاه الايه؟ الشرط. قال فوجوبها يتوقف عليهما دون الصحه، لان الصبي اذا صلى صلاته صحيحه، والمكره يعني لو صلى ولو بالايماء من غير ما يشعر المكره صحت منه الصلاه. حتى بعض العلماء يعني في الفقه المالكي قالوا ان المربوط يومئ الى الارض بوجهه ويديه وينمي بقلبه التيمم ويصلي على الجهه التي صلب عليها. سبحان الله، هذا في حاشيه الصف مثل هذا الكلام. ليه؟ لانه فاتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. فهو ربنا اعلم بنيته، فقال يومي بوجهي يعني للارض، يومي بيديه اولا ثم يومي بوجهي، فكانه تيمم بهذه الطريقه ويصلي. ده المربوط في ايه؟ في شجره او عمود. ولذلك هو بيقول ايه؟ فوجوبها اي الصلاه يتوقف عليهما دون الصحه، اذ تصح مع فقدهما، فتصح من الصبي ومن المكره حال الاكراه لو وقعت. فلو وقعت هتقع بهذه الطريقه اللي انا ايه؟ بقول لك عليها. قال والتحقيق ان المكره تجب عليه اذا تمكن من الطهاره بان يجريها على قلبه كما ياتي. ويوضح الشيخ الصفتي يعني اللي هي ايه؟ المكره او المربوط. قال يوم بوجه الارض وبيديه كانه يتيمم ويجري الصلاه على قلبه ويصلي على الجهه التي يعني ربط اليها. قال فعدم الاكراه ليس شرطا في الوجوب، فلذا لم يلتفت له في المتن، لم يذكره في المتن يعني. قال واما شروط الصحه فقط فخمسه: طهاره الحدث وطهاره الخبث، على اشهر القولين. وقيل سنه اللي هي طهاره الخبث، يعني الكلام مش راجع لطهاره الحدث، لان طهاره الحدث متفق عليها عند جميع الأئمة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى هذه اسمها طهارة الحدث، لابد من إيه؟ من وجودها. أما طهارة الخبث في الفقه المالكي عندنا فيها قولان: قول بالوجوب وقول بالسنية المؤكدة، سنة مؤكدة، والقولان راجحان. القولان راجحان. ليه القولان راجحان؟ لأنه يعني لكل قول دليل. الذي قال تجب استدل بقوله تعالى وثيابك فطهر. العلماء طبعا قالوا أي وثيابك فطهر للصلاة، وثيابك فطهر
للصلاة. وأمره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن أنها ليس لها إلا ثوب واحد وأنها تحيط فيه، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحته وتقرصه بالماء، يعني ترسل مكان الدم وتصلي في الثوب. أمرها صلى الله عليه وسلم يعني بحط الدم من القميص أو الثوب يعني، وأن يعني تغسله بالماء. والحديث ده طبعا عن سيدنا حديث ثاني سيدنا جابر بن سمره بيروي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: سمعت رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي، يعني الذي جمع فيه اهله، قال: نعم، الا ان ترى فيه شيئا فتغسله. كما رواه الامام احمد وابو داود. هذا الحديث يدل على وجوب إزالة الخبث عن السوق، يعني إن أصيب بمني أو مس لابد من الإيه؟ من الغسل. وحديث المرأة التي سيدة خولة بنت يسار رضي الله عنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها يعني ليس لها إلا ثوب واحد. شوف الصحابيات والصحابة ها كان هكذا. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم كما سياتي في ستر العوره ان نصلي يا رسول الله في ثوب واحد، ايصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: اولكلكم ثوبان؟ وفي حد عنده ثوبان؟ تعالى عد انت في البلاد. الصحابه ما كانش عندهم الا كل واحد ثوب، وأهل الصفة عادي ما فيش إزار ورداء أبدا، يا إزار يا رداء، يعني هو لفة واحدة بس. طبعا بيلفها على إيه؟ على وسطه من الصفة إلى الركبة. يعني سيدنا أبو هريرة: رأيت أهل الصفة لا يملك أحدهم إزارا ورداء، قال: إما إزار وإما رداء. يعني إيه؟ حاجة واحدة، حاجة واحدة فقط، لأنهم كانوا فقراء. وباقي الصحابة برضو لا يملك الواحد منهم إلا ثوبا. لذلك لما سألوه أيصلي الرجل في ثوبه في ثوب واحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ رضي الله عنه. حتى تعرف ما أنت فيه من النعم، وتعرف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الزهد في الدنيا، ومن شدة الابتلاء عندهم رضي الله عنهم. والذين قالوا من المالكية برضه إن إزالة النجاسة أو إزالة الخبث عن الثوب سنة مؤكدة، استدلوا أيضا بحديث سيدنا عمر رضي الله عنه في الليلة التي قتل فيها وفعله أبو الأولاد، الحديث في الموطأ وفي البخاري، أنه رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، يعني يثعب يعني ينزل بانهمام، يعني نزيف شديد يثعب دما. وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين حينما كان يصلي عند الكعبة،
كانوا يأتون بسلى الجزور، سلى الجزور يعني المشيمة، هي بيت الولادة، سلى الناقة، ويوضع على رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فكان يتمم الصلاة، مع أن سلى الجزور طبعا نجس، فكان صلى الله عليه وسلم يكمل الصلاة، فده دليل على أن إيه؟ على أن الصلاة صحيحة مع وجود إيه؟ الخبث، مع وجود الخبث. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث وضع سلى الجزور على يعني عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وحديث خلع النعلين لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، فخلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعاله اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك يا رسول الله فخلع. قال: إنه أتاني جبريل وأخبرني أن فيهم خبثا، يعني نجاسة. أتاني جبريل فأخبرني، أو إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، يعني نجاسة. وهذا الحديث في السنن عند أبي داود وابن خزيمة وغيره. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر، في فتح خيبر صلى على الحمار، معروف طبعا ان الحمار ايه؟ منجس، لكنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. دي أدلة من قال ان إزالة النجاسة سنة مؤكدة. الجهلاء يقول لك ايه؟ الفقه المالكي خالي من الأدلة. كيف؟ ازاي؟ الإمام مالك أمير المؤمنين في الحديث، وإمارة المؤمنين دي لم يأخذها إلا أشخاص يعني معدودين على الأصابع، كالإمام البخاري، الإمام مالك، سيدنا سفيان الثوري، ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر، هذا اللي أخذه من إمارة المؤمنين في الحديث. وفي الآخر يقول لك إيه؟ فقه الإمام مالك كان يحتاج إلى إيه؟ الأدلة. يبقى أمير المؤمنين في الحديث هيقول مسائل فقه من عنده؟ ما هذا الجهل؟ سبحان الله. وقيل سنة وشهر أيضا، يعني القولان مشهوران، القولان في إزالة النجاسة مشهوران. والمشهور في مذهب الإمام مالك إما ما كثر قائله أو ما قوي دليله، ولذلك ما فيش ترجيح، لا ترجيح بينهم. ليه؟ لقوة الأدلة هنا وقوة الأدلة هنا، وكثرة القائلين هنا وكثرة القائلين هنا. وهذا مأخوذ من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وكلام التابعين وتابع التابعين، يعني كانوا يقولون بالوجوب ويقولون بالسنة. وقلنا طبعا شروط الصحة: طهارة الحدث، طهارة الخبث على أشهر القولين، والإسلام فلا تصح من الكافر، وستر العورة فلا تصح من العريان، والاستقبال، استقبال القبلة. وهي فصل طبعا هذه الشروط بعد ذلك. وأما شروطهما معا فستة، شروط الوجوب والصحة معا: بلوغ الدعوة والعقل ودخول
الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من حيض والنفاس وهو خاص بالنساء. فبلوغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لابد أن يعني المصلي يكون عالما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته الدعوة. أما من نشأ في شاهد جبل أو في أدغال أفريقيا مثلا في الغابات ولا يعرف شيئا لا عن الإسلام ولا عن الخالق ولا عن الجنة ولا عن النار، لا يعرف شيئا، لم تبلغه الدعوة. هذا معنى لم تبلغه الدعوة. والعقل طبعا ده باتفاق أهل العلم، وكل تكليف بشرط العقل، فمن فقد العقل لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه أصلا حتى ولو صلى. وكذلك الصوم والحج والزكاة وكل تعاليم أو كل أوامر الإسلام ودخول الوقت، دخول الوقت، فالصلاة لا تجب قبل دخول الوقت ولا تصح، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلو أحد صلى قبل النطق بالأذان بطلت الصلاة، هي أولا لا تجب عليه قبل دخول الوقت ولا تصح منه إن صلى، وإن صلى أعاد الصلاة أبدا لأنها وقعت خارج الوقت. والقدرة على استعمال الطهور، القدرة على استعمال الطهور، فالمكره أو المربوط أو المكره فاقد القدرة على استعمال الطهور. وكذلك النائم فاقد القدرة على استعمال الطهور. وعدم النوم والغفلة، عدم النوم والغفلة، لأن القلم مرفوع عن النائم والغفلة. والخلو من الحيض والنفاس، لأن الحائض والنساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما إن صليا، وهذا خاص بالنساء. وأشار إلى ذلك كله على سبيل التفصيل الشيخ كثير رضي الله عنه قال: تجب أي الصلاة بدخول الوقت على مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافرا، إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها. يعني أن الصلاة تجب على البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة حتى ولو لم يؤمن بها. طبعا في خلاف بين الفقهاء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها أو لا؟ طبعا هم مخاطبون بأصول الشريعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي أصول الشريعة. فروع الشريعة اللي هي إيه؟ الأوامر والنواهي، غير العقيدة يعني، غير الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، أمر المعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام. قال لأن الكافر إذا كان كافرا ولم يعمل بفروع الشريعة يعذب عذابين، عذاب الكفر وعذاب المعاصي، لأن القرآن قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم،
إذن هو يعذب عذابين، عذاب الكفر وعذاب المعاصي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. شوف الكلام، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى إذا كانوا يعني كافرين بالأصول وغير عاملين بالفروع. ده الراجح من ايه؟ من كلام أهل العلم، وده رأي جمهور العلماء. ولذلك العلماء برضه في الفقه المالكي قال يحرم تقديم الطعام والشراب للكافر في نهار رمضان. ليه؟ لأنه مخاطب بالصوم. أنت لما تقدم له الطعام والشراب يبقى أعنته على المعصية، فأنت مشارك له. وهذا حادث في العمال الكافرين الذين يعملون عند المسلمين، يبقى يغديهم ويعشيهم ويفطروا ويعطيهم ما يريد من الطعام والشراب والشاي في نهار رمضان. خلي بالك. نعم؟ والسجاير دي معصية أخرى. دي معصية كمان مرتين مش مرة. مرة للفطر ومرة للدخان. ولذلك الشيخ قال ايه؟ رضي الله عنه الشيخ قال إذ الصحيح يعني الراجح من أقوال أهل العلم تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها.